أخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أمسيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج أديان. النظام الصحي العالمي في تغير عميق وسريع، خاصة بعد جائحة كورونا. وفي هذا السياق، المنظومة الصحية الجزائرية تعرف في هذه السنوات الأخيرة تحولات كبرى في كل المجالات، ولذلك يبقى العنصر البشري أهم ركيزة في النظام الصحي وأساس أي استراتيجية للنهوض بهذا القطاع الحساس. وخير دليل على ذلك ما قام به السيد رئيس الجمهورية مؤخرا حين أمر بمراجعة القانون الأساسي لموظفي وإطارات قطاع الصحة عبر صياغة قوانين تحفظ كرامة مهني الصحة وتحميهم بصفة قانونية من كل الاختلالات التي يشهدها القطاع منذ سنوات طويلة. كما قرر السيد الرئيس مراجعة النظام التعويضي لتحفيز عمال قطاع الصحة من أجل تحسين التكفل بالمريض والحفاظ على الصحة العمومية التي تبقى الغاية الأساسية لكل هذه القرارات الجريئة. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور جمال الدين نيبوش، رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى الجامعي بارني. أهلا بك بروفيسور. شكرا على الدعوة. أسعد أيضا باستضافة البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا. أهلا بك بروفيسور. شكرا على الدعوة وسعيد بتواجدي معكم. قبل أن نخوض في هذا الموضوع المهم، كانت في حادثة جد مؤلمة منذ يومين، وهي غرق 5 أطفال، وفاة 5 أطفال بعد غرق 7 أو 8 أطفال، وتم تحويلهم إلى مستشفى مصطفى باشا، أين تم تشريح جثث 5 ضحايا و3 أطفال المصابين، تم تحويلهم إلى مصلحة الإنعاش بنفس المستشفى، والحمد لله تم إنقاذ حياتهم. فاجعة، حادثة جد مؤلمة. نشاهد هذا التصريح للبروفيسور رشيد بلحاج في مستشفى باشا ونعود. لينا كمسؤولين مستشفى باشا، للأسف تلقينا البارحة منذ حوالي الساعة 6:30 بلاغ من مصالح الحماية المدنية باش نوجدوا وناخذوا كل الإجراءات للتكفل، للأسف ب5 أطفال ماتوا غرقا و3 كانوا حيين، وعطينا لهم العلاجات اللازمة والحمد لله اون ابي سوفي ان انفون، ورملك حاليا موجودين في مصلحة الإنعاش الطبي المكثف، نترحموا عليهم. راي ليك في فتح تحقيق قضائي في عملية تشريح الأطفال هذو. بروفيسور رشيد بلحاج، فاجعة عشناها يوم السبت الفارط، أنت كمدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا، معينك تشرف على كل المصالح سواء مصلحة الطب الشرعي اللي أنت رئيس المصلحة أو حتى المصالح الأخرى ومنها مصلحة الإنعاش وين تم إنقاذ 3 أطفال، يعني إذا تستطيع تقولنا ماذا جرى حقيقة في هذا الحادث المؤسف؟ أولا نترحموا عليهم كما قلنا، ونعطوا الوالدين الصبر للوالدين تاعهم، لأن حقيقة شفت الآباء موقف كما تقول ما تنجمش تشهد لما نقدموا الأب يشوف ابنه متوفي في تاع 10 سنين ولا 11 سنة، إن شاء الله ما يعيشها حتى واحد. وكانت فيه كما تقول مرافقة من كل النواحي لعمال قطاع الصحة وعمال مستشفى باشا منذ أن علمونا مصالح الحماية المدنية عن الحالة هذه، وين حتى الأطفال اللي جابوهم توفيين كانوا حقيقة، ولكن السلك الطبي خاصة الأطباء اللي كانوا في المناوبة كما تقول كانوا ريانيمي دي بيرسون ديسيدي، il faut voir ils ont pas voulu les lâcher en pleurant
يعني حتى نفهموا ماذا حدث بروفيسور رشيد بالحاج، هما كي جابوهم 200 حتى يفهمنا المشاهد الكريم، ولكن هاد الاطباء وهاد لي باراميديكو وهاد الممرضين اللي كانوا لتم تلمو كانوا حابين يصوفيهم، يعني سي دي كور سون في، يعني جثث، يعني مجرد جسد بدون روح، لكن داروا المستحيل باش يعاودوا يرانيمو. واحد من الاطفال هذاك اللي هو الحمد لله راه وليك حي درك، يبان الحق كما تقول لحظات الاخيره ils ont tout fait pour le sauver un jumeau ils l'ont sauvé الحمد لله. كانوا الزوج الاخرين هذوك ما كانش في حاله خطر كما الشاب هذاك اللي جابوه نيطا دو مورا بارونت، نجموا الحمد لله لحقوه رابيدمون، داروا عمليه انعاش. دونك نجم نطمئن المواطنين وعائله تاعهم اللي راهم ليك في صحه جيده مقبله برك، طمئن عليهم. مي هذه سافو دير بروفيسور رشيد بالحاج بيا دي ديفايونس، يعني اونيتمون باش انا كيما تقول يجي واحد في اللحظات الاخيره وندير له الانعاش في المستشفى في سيرفيس دي ريانيماسيون من صابلات حتى لوبيتال مصطفى باشا تشو اوموا بور 20 مينوت 20 مينوت انت على بالك، وبروفيسور جمال الدين بوش يعرف خير منك، كيكون انا ري كارديو فاسكولار 20 مينوت سي ترو لون، علاش ما عندناش لي موايا باش نديروا لا ميم ريانيماسيون سور بلاس، يعني سور سيت. كما القطاع الصحه ما عندناش معلومات شكون اللي لحقت اللي راح شكون جبد هم ولا شكون الاخر، احنا عمال قطاع الصحه دور تاعنا والتكفل بهم لما يلحقوا لمصلحه الاستعجالات. نشهد الحاجه برك ان الحمايه المدنيه قاموا بكل الجهودات تاعهم، كانوا بقوه حاضرين باش نوقفوا في هذه الحاله. هو احنا نتكلم كطبيب شرعي، احنا ما لازمش تكون جازت الفاجعه ومن بعد عندنا ثقافه النسيان. ثقافة النسيان كطبيب شرعي، أنا ساعات كي شاب واحد طفل تاع 10 سنين، واحد طاح من البالكون، واحد طاح من فيلا ان كونستركسيون، واحد قاسو تريسيتي، واحد غرق، كل هاد الأمور ميم طفل واحد يموت بموت عنيفة أمور غير مقبولة. وهنا الدور رانا نشوفوا المخرج عطانا الصور تاع الجثث، الحماية المدنية راهي ديرهم في تاع الجثث كي كانوا عندنا هادو قبل بعد التشريح بعد التشريح قمنا بصفه نقول لك قانونيه. هادو كانوا عندك في المصلحه تاعك؟ في المصلحه تاع الان قلت لك حنا الدور تاعنا احنا اطباء توعيه، لازم المجتمع المدني يشارك في حمايه الاطفال، في حمايه الطفل في كل مخاطر، لان الطفل ستامينور. وحنا للاسف شفنا حالات، انا نقول لك الطفل في عمره 4 سنين كيفاش نخلو الطفل تاع 4 سنين وحده يدير لك اون شوت من ديزيام ايطاج؟ غير معقول. هاو الاشكال، حنا اشكال ماشي غير الحادثه هذه، حنا مصالح الصحه نتلقاو للاسف بعض الحالات وين اطفال كذلك باريزومبل تسمم بواسطه الادويه، كيفاش نخلو الدراري واحد قدامه واحد صعقه كهربائيه واحد يغرقوا. يعني كاين مسؤوليه كبيره، بروفيسور رشيد الحاج يقول انه مسؤوليه كبيره للعائلات، لانه الطفل مسؤوليه كبيره ونعمه من عند الله عز وجل، رزق من عند الله لازم نحافظوا عليها. ولما نقولوا حماية الطفولة، نعرفوا أن في الجزائر عندنا هيئة عليا لحماية الطفولة، ولكن للأسف هذه الهيئة ما نش نشوفوها في الميدان بزاف، شيء مؤسف جدا. البروفيسور جمال الدين نيبوش، احنا نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويليهم ذويهم الصبر والسلوة، كما قال رشيد بالحاج كي يجيك ولي باباه ولا يماه وتقول له روح شوف وليدك مات، يعني ما كاش حاجة صعيبة في الدنيا كما هذه. أين الخلل؟ أين الخلل باش لحقنا لهذه الحادثة هذه؟ الله يرحمهم، هذا يعني حادثة مؤلمة جدا، وكاين يعني حوادث أخرى من قبل، حوادث غرق، سي بروفيسور بالحاج على بالو عنده خبرة كبيرة في هذا الميدان، يعني مش اليوم فقط الفاجعة هذه جات. أنا استغربت حاجة، لأن رانا قدام اون موغ كوليكتيف، موش واحد موش زوج، رام ستة خمسة ماتوا في وقت واحد، غرق خمسة، موش فلوكة راحت غرقت، كيفاش يعني في الشاطئ يموتوا خمسة؟ الخلل وين راه؟ سي لا بريفونسيون. الخلل فيه خطورة في البحر معروفة، وحدود معروف الحدود نتاع الخطورة، لماذا كي تكون خطورة في أماكن عمومية، أماكن عمومية
يعني ويكون التم الخلل هنا في حماية يعني الدولة. كل أماكن عمومية تكون فيها حماية، حماية مركزة. ولهذا لماذا ما كانش حماية؟ لماذا ما كانش بيريمتر دو سيكوريتي؟ لازم يكون ان بيريمتر سيكوريتي كيكون خطر. لماذا ما كانش بيريمتر سيكوريتي؟ كيفاش طفل صغير يروح ويروح يعوم في أماكن خطيرة وخطيرة جدا نعرفها؟ هذه الأماكن نعم 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 هذه أماكن خطيرة أنا نعرفها، خطيرة جدا. ما يقدرش العبد يروح أصلاً، العبد ما يقدرش يعوم في هذه الأماكن. هذه الأولى. ثانيا البحر ملوث، ملوث التم، في خطورة ثانية. كيفاش يعني كيفاش هذاك الصغير راح توجه وكيفاش وصل لهذاك المضرب؟ فيه مشكل هنا نتاع حماية الطفولة وحماية الأماكن العمومية. الخلل هو في حماية الأماكن العمومية. أنا ما نقدرش نقول أنا طبيب كما قال البروفيسور بلحاج، إحنا عندنا عندنا مهمة أخرى. لا لكن احنا ما نعرفش قبل ما تكون طبيب بروفيسور جمال الدين، ولكن ما نجمش نقول لك يعني بروفيسور جمال الدين بوش قبل ما تكون طبيب انت راك اب عائله ولي نعم امر نعم كان عندك اطفال صغار قبل ما يكبروا، يعني تقدر تتكلم كجزائري راك عنده اطفال. اولا الوالدين وين كانوا؟ يعني هم يقولوا باللي سي دي زيكسكورسيون، والديهم خلينا اي سون با ريسبونسابل، والديهم ما كانوش معاهم. اولا لي ريسبونسابل تاع ليكسكورسيون كيفاش إلا أورغانيزي هاد ليكسكورسيون، كيفاش نظمها؟ اسكو كان بحكمة. ثانيا فيها يعني مسؤولية نتاع اللي يحرص على هاد الأماكن العمومية. أماكن عمومية محلولة، يقول لك نو ما كانش يعني لوتوريزاسيون لابينياد، ولكن حليت نتايا هذاك، هذيك أماكن محلولة حليتها باش الشعب يروح يتنزه. كي يروح يتنزه هاي محلوله، تعطي له كل الامكانيات باش تحميه. بارك الله فيك بروفيسور نيبوش. قبل ما نغلقوا الموضوع هذا البروفيسور بلحاج، حتى نوضحوا المشاهد الكريم كيفاش تكون لامور بار نواياد، يعني الموت بالغرق من الجانب الطب الشرعي، يعني من الجانب الطبي احنا نقولوا غرق، لكن حتى بلا ما ندخلوا بزاف في لاسبي تكنيك في التفاصيل، يعني لي فوا ريسبيراتور انوندي اكسيتيرا، احنا نعرفوا اونتر 3 و 5 مينوت، يعني اقصى قدر 4 دقائق 5 دقائق الانسان يموت لما يشرب بزاف في الماء تاع البحر. بكل مسؤوليه اولا باش معرفه كل الاسباب هذو فيه تحقيق، مش بريفان نخلو مصالح الامن يتحقق وهي تعطي الظروف الحقيقيه وتحدد مسؤول القضاء يحدد مسؤوليه. لكن الجزائريين نقدروا كل شخص نتكلموا مشاكل واش عليه لم يعانيهم الاطفال تاعنا. انا نقول لك ناكد لك انه فيه فتح تحقيق قضائي وكاين تحقيق اداري، نخلو الجهات القضائيه هي تحدد المسؤوليه الاخرى. ثانيه كان الاخر وزيره لحمايه الطفوله كانت حاضره وكانت متاثره جدا، حضرت معنا وحقيقه كان فيه عده مسؤولين في الدوله جاوا في الفتره هذيك وما حتى اليوم صباح جاوا لحقوا الغرق. هو ان للاسف لما انسان يدخل راسه تحت الماء ما ينجمش مسكين 30 ثانيه يرش يدي بلوكي لا ريسبيراسيون تاعو ومن بعد يستنشق بصفه غير اراديه باش يستنشق الماء، يستنشق الهواء، يستنشق الماء. دونك هالماء راح يدخل في كاع في القصبات الهوائيه يمد ينسفيكسي وللاسف بدون اسعاف الوفاه تجي في 4 دقائق خمس دقائق. وهذا الحال الفازوم الاطفال هذوك كان اللي غرقوا اللي تم اسعافهم خرجوهم رابيدمون من الماء كي خرجوهم. للاسف كاين اللي خرجوهم رابيدمون جبدوهم تلقاو الاسعافات زادوا الاسعافات مكثفه في المستشفى ايزون تي سوفي، وكاين الاخرين للاسف ما نجموش يجبدوهم سور بلاس بعد مرور 3 دقائق 4 دقائق الموت الانسان. مي كما تقول فيه تحقيق يعني اودلا دو 4 مينوت لي فوا ريسبيراتوار سون انوندي، يعني انوندي لازم لك باش الاخر لازم هنا
une aspiration, massage cardiaque, de l'oxygène, des doses de asphyxie. حتى للاسف بعض الحالات سي مور اتروس سي مور اتروس سي اون جينيرالمون سي دي لاسفيكسي ان بير دو كونيسونس ناتوريمون لوسكي اي بير كونيسونس يل سون با لو سادير ا بار لي بروميير مينوت لي دو بروميير مينوت بروميير دون لاجيتاسيون مي جينيرالمون il n'y a pas ça des de souffrance là généralement il y a une perte de connaissance et le là حنا سي بور سا قلت لك L'intérêt de l'autopsie, c'est d'éliminer autre chose, les intoxications, est-ce qu'il y a un câble électrique, est-ce qu'il y a autre chose, parce qu'on a un rôle pour tout le monde, est-ce qu'il y a un fait, est-ce qu'il y a un fait, pour ça, l'intérêt, c'est qu'on est محققين, qu'on a tout le monde, et 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 qu'on a tout نذكروا انه البروفيسور رشيد بالحاج كان حاضر من عنده اول مهله اول وهله عفوا في المستشفى لانه جابوهم يوم السبت تقريبا على 7 تاع العشيه الغرق الاول جابوه فير 4 لابري ميدي كان هذاك سلك الحمد لله الجثث جابوهم فير 19 بلوتو فير 20 ربي يرحمهم كان وزير الصحه تنقل في هذيك الليله تنقل بدون كاميرا بدون نذكروا انه وزير الصحه تنقل زار المستشفى طاقم طبي وشبه طبي وليزاجون سيكوريتي وكلهم مشكورين تاع مستشفى مصطفى باشا داروا عليهم حاجه اللي فوق الطاقه تاعهم ما نقدروش نلومهم عليها لكن واش قدروا يديروا ديروا الحمد لله ايزون بي سوفي تروا زونفون نتمنى هذه الحادثه ما تكررش بعدها نظن جاء الوزير تاع التربيه في نفس الليله لو لوندو ماتان جات وزيره تاع التضامن واخر من جاء هو الوزير تاع الشباب والرياضه لانه اللي دارت هذه النزهه هي مديريه تاع الشباب تاع ولايه المديه في بلديه عين بوسيف ونتمنوا انه المسؤولين دوكا ماشي باش الناس تروح دير لا ريكوبيراسيون بوليتيك باش يبان في الكاميرا اللي عنده حق حقيقه المسؤوليه يديها ويروح بوري كونفورتي لي فامي هذوما ويروح يدير الواجب تاعو اللي لو بيان فونو ولا اللي باش يبان في الكاميرا on n'en a pas besoin. باش نختموا هذا الموضوع بروفيسور نيبوش. نعم هذا هو قلنا كل شيء على هذا الشيء و في كل البلدان المتقدمه عندهم حالات نعم تاع الغرق هذا وهذه الحالات من يعني اخطر حالات في الحوادث اللي تصرع اكثر من حوادث المرور لان لاسفيكسي ايغو امين لا مور براتيكمون ايميديات كي تقول لي وصل المستشفى ويعني هذاك اللي وصلوا المستشفى كانت ما كانش حالات يعني تاع موت كانوا مازالوا حيين باش تقول 20 دقيقه باش وصل المستشفى مصطفى كانوا حيين يعني ما كانش حالات يعني مؤسفه تاع موت الا كان مات في هذاك الوقت في 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 في, في مكان يعني الغرق ما في حتى حل ما في حتى حل ولو كان في البلدان المتقدمه يعني هذا وما كانش يعني مصالح الانعاش على 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 الشاطئ ما كانش غير موجوده لا ما كانش ما تقدرش تكون ربما ما تقدرش واش عندهم الحمايه المدنيه الحمايه المدنيه عندهم ربما لازم نديروا في هذه الصابله نديروا اطباء في منتزه صابلات عندنا دي ميدسان جينيراليست نعم نعم اللي عندنا دي سون شوماج يعني لو كان نديروا ان بوست الوسائل بسيطه ما تقدرش دير انت دير مصالح انعاش في الشاطئ ما تقدرش نعم عندهم وسائل بسيطة هما تمكن من يعني الحالات يعني الخفيفة هذه يديروا إنعاش بسيط ولكن كما قال البروفيسور بالحاف ثلاث دقائق عندك دقائق قلت أنت حتى الخمس دقائق فقط ومن بعد وش يصرى كي تكون نوايات الجهاز التنفسي حبس ما كانش الإنسان ما يتنفش جهاز تنفسي هام ما تنفش أنت ثلاث دقائق تموت الجهاز التنفسي يحبس المخ هو الاول اللي يموت ثلاث دقائق ما عندوش الاكسجين يموت ومن بعد عندك القلب يحبس هذه هي ومن بعد خلاص ما بقاش حياه لهذا يعني حالات مؤسفه وخطيره خطيره جدا من الحوادث الخطيره في العالم هذا الغرق ومعروف موش في الشاطئ فقط الاستاذ بالحاج عنده حالات مؤسفة حتى في المنازل يقدر يهضر عليهم حنا ماذا بنا تكون هالحادثة تكون عبرة
عباره باش نحموا ولادنا بمآسات اخرى. تكلم لك انا واحد العام انا نشوف بروفيسور بالحاج لي باراج استطاح كان يغرقوا في لي باراج الناس تعوم في لي باراج تاع الماء كان يعمر كان والدين كان يعمروا الماء ولادهم يغرقوا نقول لك واحد يبني دارو هكذاك ما كان لي ميزور سيكوريتي واحد يبني يطيح في لاسونسور لازم نحموه هنا دور شنو التصرف الاخلاقي المسؤول والمدني تاع المؤطرين هذيك خطره تكلمنا على تيك جدار طاح هذيك خطره امبيس سي اون لا لازم يعرف الجزائري كاين الناس الجزائريين يحبوا يديروا خير ولكن دير الخير بصفه مؤطره وقانونيه هذا ما كان حنا الناس تحب نعطيك مثال في رمضان يجيبوا لنا الناس يجيبوا الماكله سي ان سين دو سوليداريتي صح من لازم اطار قانوني لازم نعرف واش جبت واش مديت وين خدمتها واش المواد اللي درتها لازم نعرفوها لما تقول لهم لازم تعطيني الاخر يزعفوا بعض الحالات مازال ما عندناش النضج القانوني اللي اثر الاعمال الانسانيه هذه بوتيت هادو اللي حبوا يدوهم الاخر حبوا يديروا خير حبوا ينزوهم بوتيت النيه تاعو بوتيت حب الاخر ولكن لازم تكون اطار قانوني تا ولدك زوج ولاد معاك يهبلوك خلي انت دي معاك 60 واحد ما تنجمش كما قال البروفيسور رشيد بالحاج كن عبارة نتمنى هذه ما تزيدش تكرر هذا الحادث هذه نتمنى هذه العبره هذه تخلينا نتخذوا قرارات هامه وقرارات كبرى ورضعيه حتى نتفادى مثل هذه الحوادث ونسال الله عز وجل ان يتقبلهم برحمته. بروفيسور رشيد بالحاج نعود للموضوع تاعنا اللي هو المنظومه الصحيه واصلاح المنظومه الصحيه. كاين تحديات تاع المنظومه الصحيه الجزائريه اللي هي في سياق منظومه صحيه عالميه في تحولات كبرى في تغيرات عميقه. ما هي التحديات تاعنا في اطار هذا التحول التكنولوجي والعلمي اللي راهو في البلدان الاخرى؟ احنا بالطبع نقول لك نشكر رئيس الجمهوريه اللي اعطى اهتمام بقطاع التعليم العالي وقطاع الصحه في اطار مراجعه في وقت ما يعني في النقابه كان يقول ما عندناش دراهم ما كتهضرون على كلش ما تهضروناش الا على مراجعه القانون الاساسي. رئيس الجمهوريه وفى بوحدو تلاقيت معاه في لو 5 جويي باسي اي ما نوزا برومي دونك بروفيسور ميتين دو قال لي وزوري ان ستاتيو دين الحمد لله اون ان تران دو لو فوا لو كونكريتيزي. الاشكال الحالي راهو ليك ان زمان كانت الدوله تبني منشات وتجيب الماتيريال ولكن كانت تهمل نوعا ما العنصر البشري. المفهوم العالمي الحالي ان كل النظم الصحيه في العالم تعطي عنايه كبيره في العنصر البشري في كيفاش في تكوينه مرافقته حمايته تحسين ظروف عمله تحسين ظروف المعيشيه تاعو كل هذه الامور تخلي البلدان اللي تكون عندها نقص في الاطقم الطبيه او شبه الطبيه كذلك انها تسرقهم لك. هذا واش صار يدرك انا نقول لك انا زمان كانوا لي كونكور كل 5 سنين ويدوا 5 6 بعض اختصاص ماشي كاع ولكن حاليا فرنسا تنظم كل سنه مسابقه باسكو هما عندهم سكون ابل لي ديزير ميديكو نقول لك هما مسؤولين تاعهم انا نقول لك رئيس الحكومه تاعهم سونجان تكلم قالوا ما يبان الحل نجيبوه من الدول جيبوه باطل ان المنظومه الجزائريه تكونت هذ الاطباء المختصين واطباء جامعيين في اختصاصات معروفه القلب البسيكاتري رياليماسيون كارديو ديرماتو اوفتالمو تديهم لك باش يخدموا كيفاش حنا كوناهم من البريمير حتى رجع استاذ كوناه الاخر يجي يديه لك باطل وعلاش؟ حنا التلاميذ تاعنا قال علاش تروح؟ عاوناك باش رجعت بروفيسور عاوناك باش رجعت ميتر اسيستون ولا سبيسياليست يقول لك واش يبدا يقول لك؟ ما عنديش طونوبيل ما عنديش دار الاخر ما نخلش مليح وزيد يعطوا لهم سادير تحفيزات مغريه لا غالب واحد تقول له نخلصك انا 8000 يورو بار موا شكون يقعد لك؟ يدير حساباته تمت بارابور السوق الموازيه يدير حساباته تيب واحد يخلص 11 مليون بتات المواطن تبان له 11 مليون ولا طبيب مختص في اللوارال تبان له 11 مليون 12 مليون بزاف مي يبروبوزي له 3000 جوسكا 5000 لا هو البروبوزي دي كارد نعطيك لي كارد حنا نخلصوا لي كارد 3000 دينار بار كارد انت شحال خلص لا كارد 600 يورو بار كارد دونك وزيد
عندهم في تطور علمي. أنا شاب يحب يتطور الكفاءات تاعو، غادي نتكلم عن الناس اللي تروح عن القطاع الخاص. القطاع الخاص، القطاع الخاص سنعود له في الشطر الثاني من الحصة. بروفيسور رشيد بالحاج، بروفيسور جمال الدين بوش، المنظومة الصحية العالمية بعد جائحة كورونا عرفت تغيرات كبرى، أين نحن من هذه التغيرات؟ وإحنا لا يمكن لنا إلا أن نواكب هذه التغيرات. التغيرات هذو جاءوا ما قبل الكورونا، ولكن الكورونا زاد أكدنا باللي لازم يعني تكون فيه تحولات سريعة جدا. التحولات هذه لماذا؟ لأن أمراض الآن صبحت أمراض يعني طلب يعني عناية خاصة وتكلفة عالية، تكلفة عالية في المستشفيات. وهذه البلدان في النمو ما عندهمش يعني الإمكانيات باش يروحوا يعالجوا هاد المرضى اللي من قبل كانت يعني دواء يعني رخيص ودواء يعني بسيط جدا، لكن الآن رانا وصلنا إلى سكون أبل إنوفاسيون تيرابيتيك، الإيمينوثيرابي وما أكثر يعني، والتقنيات يعني كي تجي دير تحاليل نتاع الإنسان يسقام غالي فيه، البيت سكان دروك راهو غالي جدا ولازم ساعة بيت سكان باش دير تحاليل دقيقة دقيقة جدا، يعني تحولات يعني سريعة وتطلب يعني إمكانيات كبيرة جدا، ولهذا الجزائر لازم تكون يعني في الموعد باش نقوم يعني بالواجب باش يكون الجزائري يعني في علاج يكون فعال وفعال جدا. يعني هذه النقطة المهمة اللي أكدها اليوم. هل الجزائر عندها الإمكانيات؟ نعم، بشرية أولا، وكنا تكلمنا وانا نشكر رئيس الجمهورية يعني اللي قام بالواجب يعني من 62 الآن، يعني هو اللي سمعنا يعني أعطانا الودن تاعو وسمعنا يعني وراهو دائما يعني أول مرة كاين الاستجابة من أعلى السلطات. أول مرة أنا نعرف أني قديم في الميدان. عندك أكثر من 40 سنة. نعم، هذه أول مرة ومش يعني الكورونا اللي جاب هذا الشيء، لا هذه من قبل. أنا من قلب هو يعرف شكون اللي راهو يخدم في الميدان، يعرف باللي الطبيب مهم جدا، والطبيب ما عنده مهنة، عنده مهمة مش مهنة، طبيب عنده مهمة مش مهنة، يعني ويعرف قيمة الطبيب وسمع لينا. هو بروفيسور بالحاج هنا وتكلم معاه ودائما يتكلم مع النقابة، سمع لينا، سمع سنفصل في هذا ليكوت. وصلنا نهاية وصلنا نعطيك في الشطر الثاني، نعود لك بروفيسور جمال الدين بوش، وصلنا لهذا الشطر الأول من الحصة وسنفصل في الشطر الثاني، فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيد. إخواني المشاهدين، أهلا بكم من جديد في الشطر الثاني من برنامج أضيان. موضوعنا اليوم المنظومة الصحية الجزائرية، كيف يمكن إعادة بعثها وإصلاحها. دائما مع البروفيسور رشيد بالحاج، رئيس النشاطات الطبية والشبه الطبية لمستشفى مصطفى باشا، والبروفيسور جمال الدين بوش، رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى نفيس حمود. كنت قطعتك في الشطر الأول من الحصة بروفيسور جمال الدين بوش، يمكن تواصل الفكرة اللي بديت فيها في إطار العنصر البشري اللي كنت تكلم عليه، اللي كنت تقول أنت بلي هو أساس أي استراتيجية وأساس أي إصلاح في المنظومة الصحية. يمكن قبل ذلك نشوف تصريح تاع رئيس الجمهورية في عيد العمال في أول ماي، لما تكلم على إعادة النظر في القوانين الأساسية لعمال قطاع الصحة بمختلف أسلاكهم، وقال أنه نعود نعطوا الكرامة والهيبة تاع الطبيب قبل من الجانب المالي. هذا الكلام اللي يدور بيننا وبين سيد رئيس الحكومة وسيد وزير الصحة، أنا جوف أن ستاتو مونترون لا نوبلس دو كور، با دراهم، دراهم نعطيك يعني انتوما والمعلمين، سي دي ستاتو اللي يخرجوكم من الوظيفة العمومية، كل باسي أوت شوز، لأن العمل اللي قمت به أنا نعرفه وربي يعرف، وإن شاء الله
أنا معاك، معاك في هذه الصحة العقلية نتاع العمال بصفة عامة، لكن ذكرها سي عمار. بروفيسور جمال الدين نيبوش كان خطاب طويل للسيد رئيس الجمهورية، وين تكلم على عدة قطاعات وعدة مجالات وماذا تم تحقيقه خلال هذه الأربع سنوات، وخاض في المنظومة الصحية وقال راح نزيدوا لكم في الأجور، راح نرفعوا لكل عمال قطاع الصحة، ولكن قبل ذلك قال لك انا نعطيك اكثر من هذا. قال لك المشكل ماهوش مشكل مالي، الحمد لله الجزائر عندها امكانيات كما قلت في الشطر الاول من الحصه سواء بشريه وماديه. قال لك راح نعطيكم لا نوبلس دو ميتي. فهمنا ما هذه، بزاف ناس ما فهموهاش. نعم هذا مش مشكل يعني خاص يعني باللي صالير اللي راه يعطيهم لنا، مش فقط هذا الشيء، ولكن فيه نقطة مهمة هي لا دينيتي دو ميدسان. ما هي لا دينيتي دو ميدسان؟ كرامة الطبيب معروفة. كنت نقول من قبل هذا يعني راهي عندنا مهمة مش مهنة، والمهمة يعني تتطلب يعني باش يكون عندنا كل إمكانيات في الميدان. الكرامة هي الإمكانيات نتاع الطبيب اللي يمارس هذه المهنة. إمكانيات كل الإمكانيات. ثانيا يفوت تكون حماية، الحماية مطلوبة، مطلوبة جدا. وعني أول رئيس من 62 الآن اللي أعطانا الحماية، دار قانون خاص يعني بالأطباء باش يضمن لنا الحماية. يعني مش فيه فلوس فقط، يعني دار يعني لا دينيتي افون. وحنا رانا نشوفوا يعني كل سنه تجي وكل رئيس تبون يزيد لنا في يعني هذا يعني السلك الطبي والشبه الطبي في زوج مش واحد. هذا لماذا؟ باش تكون حنا تكون عندنا كرامه باش حنا في الميدان راح نطبقوا يعني كل يعني الامكانيات نتاعنا البشريه في الميدان باش يكون المريض. لماذا؟ باش يكون المريض مرتاح، باش راح نعالجوا المريض يعني بصفه يعني حسنه. ولهذا راح تكون يعني التكفل بالمريض الجزائري خير من كان من قبل. اذا كان يعني العامل البشري ما اهتمتش به واعطيت له يعني كل الامكانيات الضخمة التقنية ما يكفيش دكتور بلازوك، تعرف راك طبيب وتعرف هذا الشيء، لازم يعني تعطي له الكرامة تاعو باش في الميدان يقوم بالواجب تاعو على حسن ما يرى. يعني في آخر المطاف المريض هو المستفيد، لما هو المريض هو المستفيد. يعني رئيس الجمهورية كي قال يعني نعطي الكرامة للطبيب، يعني شاف المريض الجزائري، شاف الشعب الجزائري، باش يكون عنده الطب الحديث، باش يكون عنده الطب الفعال، وباش يكون معالج خير من اللي كان من قبل. لان كي يكون يعني نفسيا الطبيب يعني في حاله يعني مؤسفه ما يقدرش يعالج يعني المريض. ولهذا رئيس الجمهوريه فهم باللي 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 الطبيب هو الاول اللي لازم يقوم يعني ب ب ب ب ب بتحسن حالته باش تكون تحسن في المنظمه الصحيه. وهذا اول رئيس جمهوريه اللي فهم هذا الشيء. كنا دائما نجيو ونقولوا راح نحولوا منظمه صحيه وراح نجيبوا وراح نديروا مستشفيات وراح نديروا هذا الشيء، ولكن كما كان يقول دائما بروفيسور بالحاج ونشكره على الكلام تاعو، كان يقول دائما ودائما العنصر البشري هو يعني. الا كان دير انت مستشفى يعني بنيت مستشفى واعطيته كل الامكانيات والعنصر البشري فاشل، وهذا ما حصل، والعنصر البشري فاشل ما كان حتى نتيجه، ما تقدر حتى نتيجه، وهذا ما وهذا الرئيس فهمها وهذا ما والحمد لله.
وهذا ما جرى في السنوات الأخيرة بروفيسور جمال الدين بوج. في هذه العقود الأخيرة بنينا مئات ربما آلاف المؤسسات الاستشفائية، لكن المريض لا زال يعاني في المستشفيات إلى يومنا هذا. تروح الاستعجالات الطبية الجراحية أغلبها تكفل كارثي، تروح المصالح أمراض سرطان السيلو باركور دي كومباتون، المريض يعاني الأمرين. يعني نبنوا مستشفيات كما تاع ألمانيا لكن تكفل بالمريض لازال ضعيفا جدا. البروفيسور رشيد بالحاج، أنت كنت زرتني في هذه الحصة منذ ثلاث أشهر تقريبا، وكنت وجهت نداء، كنت مع الدكتور الياس مرابط اللي نحيوه رئيس نقابة الأطباء العموميين، وانت وجهت نداء كرئيس نقابه لانه عندك يندوب الكاسكات ولا ينتريب الكاسكات، انت ايضا رئيس نقابه تاع لي زوسبيتال يونيفرسيتير، يعني لي بروفيسور اي ماتر اسيستون الباحثين الاطباء الباحثين، وقلت باللي لازم الجانب المالي ماهوش هو كلش، باللي الطبيب او يحوس لا كونسيديراسيون او يحوس اشياء اخرى، وكانت استجابه من طرف سيد رئيس لأنه كان راح يجوز للأسف الشديد قبل رمضان كان راح يجوز القانون الأساسي بالصيغة القديمة تاعو. والحمد لله جيت هنا لهذا البلاطو مع الدكتور يوسفي مع الكثير من رؤساء النقابة حتى رئيس نقابة النفسانيين، وجهت نداء مباشر إلى سيد رئيس واستجاب وطلب من وزير الصحة ومن وزير المالية ومن القطاعات الأخرى وزير التعليم العالي بإعادة صياغة قانون أساسي يحفظ كرامة مهني قطاع الصحة بصفة عامة والطبيب بصفة خاصة. أولا فيما يخص حقيقة رئيس الجمهورية ألح على كرامة الطبيب وكرامة عمال قطاع الصحة، لأن في مجتمع مخلق ويحترم ثوابت لا يهان فيه الطبيب غير معمق، لأن احنا قلنا الحكيم مش طبيب، لازم الحكيم. أولا كانت أول خطوة للمواطنين بتاعت ما يعرفوش أنه تم تعديل قانون العقوبات في صياغة ترسنة من الحالات وين القانون يعاقب كل من اعتذى لفظيا جسديا معنويا أو حطم الهيكل الصحية في تعديل قانون 149 مكرر من قانون العقوبات. وحقيقة شفنا بدات الناس العنف في المستشفيات تنقص حوالي 60%، هذا فترة عامين برك إن شاء الله نلحقوا بصفة تدريجية. فيما يخص بالفعل كنقابات زملاء كل نقابات طالبنا فوق تلما قلت لك انا نقول ما كاش دراهم غير ماهوش معقول، انتم راكم وظيفه عمومي نزيد لهذا نزيد لهذاك. حقيقه رئيس الجمهوريه اعطى عنايه خاصه للاساتذه الجامعيين وقطاع الصحه، وبعد ذلك سوف يكون قطاع التعليم، لان في مجتمع الطبيب الاستاذ الجامعي والمعلم والامام كذلك لا يحترمون ما تنجمش تكون جيل مسؤول، جيل ليحافظ على المكتسبات. وزيد نولي الصحة منظومة صحية الجزائرية مكتسب وطني وتاريخي، لازم الناس تدخل في أذهانهم أن نحافظوا على المنظومة الصحية. بالفعل كاين الناس مازالت تشتكي لأنه في اختلال ما بين المناطق بين لو سود و لو نور، عندنا مازال عندنا لي ديزير ميديكو، مازال عندنا سيرفيس سيفيل، مازال عندنا بار اكزومبل مازال ما نسقناش بالكازورا لها. هنا حتعطيني فرصة أخرى أن ناشد رئيس الجمهورية باش تكون فيه متابعة حقيقية. حنا في التيران كان في قانون الصحة 2018 بعد نضال طويل، ولكن النصوص التطبيقية تاعها ما كاش، حوالي 90 مادة مازال ما تندارش من 2018 إلى يومنا هنا. حنا رانا خايفين كنقابات أنه صح صدر القانون الأساسي، ولكن المراسيم التنفيذية تاع القوانين الأساسية ما تنفذش، نقعدوا زيدوا سنة وثلاث سنين أربع سنين خمس سنين. الإشكال راهو هنا، ما لازمش تكون شعارات قررنا درنا الحمد لله سي بيان، ولكن متابعة هاو شي خصنا حنا. نعطيك مثال، الدولة ساعات يبنوا دي زوبيتو أ 200 لي فيه كاع الماتيريال، فيه ليار فيه اسكانر، واش ما كاش طبيب، طبيب المختص ما كاش، مغلوقين. أنا نقول لك حاجة كما تقول غير معقولة، كيفاش تم دير مستشفى ملايير بعد تنغلق وتبدا
غاسبياج ولا نقولها بكل صراحه ايضا بروفيسور رشيد بالحاج، هذه ما صارتش مره ولا زوج، عشرات المرات نبنوا مستشفيات باخر التقنيات الحديثه ويشتغل ب 10% 20%. هذه يعني ما فيش ليتود فيزابيليتي في كل مشروع، يلزم تكون ليتود فيزابيليتي. استادير الا كان دير مستشفى لازم من قبل ما تدش المستشفى يكون فيه يعني لا 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 يكون فيه ليتود فيزابيليتي. هذه راح نعاودوا نقولها نخلي فيه يوصل الفكره. نروحوا كما قال الاستاذ نيبوش لي ميكانيزم دو كومبونساسيون، لي ميكانيزم ما صبتش الاخر سي بحل بيبان بريفي دون لا ميتواليزاسيون كونتراكتواليزاسيون. قلنا انا صافي لونتون حنا نتكلموا بازون دوكا مفهوم جديد، نعطيك مفهوم جديد انه ما نديش كرامه وتحترم الطبيب العام هو صح. كل المنظومات الصحيه يبدا بالطبيب العام ويبدا كذلك اسلاك شبه الطبي، واش البروفيسور ولا الطبيب المختص. القاعده هو ان الطبيب لما نشوف هذاك في كل احترامي، لما نشوف انا طبيب عام الاجر تاعو تحت موظف اللي ما جابش الباك بكل احترامي للوظائف هذوك، ولكن هذا مش تابع الوظيفه العموميه، تابع القطاع الدوله ولكن ستوني بيك. كيفاش واحد عساس، نعطيك اكزومبل، عساس في البور يخلص اكثر من طبيب، هذه امور غير مقبوله. كيفاش راح نطوروا منظومه صحيه؟ كيفاش نحترموا كرامه الاخ؟ لهذه الاسباب ان رئيس الجمهوريه دخل فكره جديده اللي كانوا يقولوا لنا امبوسيبل، راكم تكلموا امور غير معقوله. هو كيفاش نخرجوا من الوظيفة العمومية؟ يعني نروحوا لستاتيو بارتي. يعطيك الصحة، هذه منظومة الرئيس الجمهورية على باله شو يحضر وعلى باله النظرة. لهذه لا نوبليس، لما نقولوا لا نوبليس دو ميتي بروفيسور رشيد بالحاج، كيما باغ اكزومبل لا نوبليس دو ميتي دو ماجيسترا، القاضي عنده ان ستاتيو بارتيكولي. لازم الطبيب ايضا يكون عنده ان ستاتيو. تحافظ الإدارة تاعك، تحافظ على منظومتك، اعطي لهم ستاتيو بارتيكولي. ستاتيو بارتيكولي ما نضروا حتى واحد. في إطار كذلك ما تنجمش، كان بعض الناس يقول لك نرجعوا شغل ايبيك، ما كاش ايبيك افيك ميتين غراتويت، والميتين غراتويت سي مكتسب، ما نجموش نروحوا نفرطوا فيه نحو الاخر. معادله تكلمنا توجو كنقابات، الصحه معادله صعبه وتصعب لما ديرها غراتويت. لكن بروفيسور رشيد بالحاج نعطيك مليح السيستيم دو سونتي تاعنا، سي ان سيستيم لا ميدسين غراتويت كيما كوم لو بروفيسور نيبوش ام لا نومي سي لا ميدسين سوسيال، اي بريفير بارلي دو ميدسين سوسيال بلوتو كو دو ميدسين غراتويت. الحمد لله هذه من احد مبادئ الدوله الجزائريه اللي هي مجانيه العلاج كما مجانيه التعليم. لكن هل يعقل واحد يروح يدير رونديفو تاع اي ار ام يقولوا له 9 شهور، واحد يدير رونديفو تاع ليرا ثيرابي وانا مسؤول على اقوالي عامين، انا ندخل ربما على مرضى يقولوا لي عامين. راديو ثيرابي انسان عنده ان كونسير، لما نديروا له اون بريسكري اون راديو ثيرابي اون مي لانديكاسيون دو راديو ثيرابي سا دو با ديباسي لي 3 موا على اقصى قدر، يقولوا له عام. كيف تفسرون الظاهره الخطيره واللي ما عندوش معرفه للاسف في المستشفى راك تشوف باللي يعاني الكثير. احنا ولينا هذه حقيقه، احنا عيب غير اخلاقيه تدخل فيها المحسوبيه في الطب، غير مقبوله. احنا اخلاقيين، احنا الطبيب الحكيم نحش مساعات، يجونا ناس دون ان كونسير افونسي سي اون اورجونس، ولكن في اختلالات، الناس قاعد تحب تخدم في لو نور، خير هكذا اللي تكون في لو سود يحب يروح لو نور اوليو يخدم المنطقه اللي عاش فيها وتكون فيها. لازم مرينا بالمراحل الفترات التاريخيه، ما تنجمش لا باغيت ماجيك في سيكتور لا سونتي نيكزيست با، il faut passer par des étapes. رانا نمروا في مراحل، المرحله هي لا دينيتي دو ميدسان، ونكونوا كذلك استاذ نيبوشه وحاضر نكونوا دوك رانا في عصر ماشي تشكا ولا رانا عصر لا غراف يا سي محمد، لا غراف ليمينوثيرابي لي تكنولوجي. هاو الاستاذ نيبوش على باله تكلفه الجزائريين لما يروحوا حنا لينا كي نبعثوا للجزائر للترك، سي اون جيف لحنا بو نو بو زوسبانيول. نظن جمال الدين نيبوشي ميتريز هذا لو سوجي خير منا، لكن حاب يعقب على واش كنت تقول. هو الخلل هضرت نتاع لي رونديفو، الخلل موش امكانيات، في الخلل هو يعني هو تنظيم لورغانيزاسيون. احنا مازال ما النضج كان يهضر على النضج البروفيسور بالحاج، النضج ماتوريتي دو لا ميدسين.
لا ماتوريتي دو لورغانيزاسيون سانيتير. هذاك النضج لازم لازم يعني سنوات وسنوات باش نوصلوا ليه. يعني تنظيم التنظيم كيفاش يعطيك امكانيات موجوده وموجوده وكثيره جدا كثيره جدا. ران سون لي بي كي بوف سو بريفالوار دان بيدجي سونتي كي ديباس لي 6 مليار. نعم نعم نعم، ولكن احنا ماشي منظمين، مش منظمين. وكي تكون من غير منظمين انت تقول لي نروح نشوف معرفه باش نجيب رانديفو، لان ما فيش تنظيم. كي يكون تنظيم، وانا يا قلت دائما كيفاش ننظموا الامور، عندنا ولايات، لماذا عندنا ولايات؟ إلا كان حنايا نديروا يعني المنظومة الصحية يعني في كل قطر جزائري يكون واحد برك يسير فيها، لا، هو الوالي اللي يسير المنظومة في الولاية تاعو وينظمها، ينظمها، ما تقوليش منظومة هكاك، يلزم تنظيم ينظمها، لازم يعرف وشحال عنده من أمراض القلب في السنة، لازم يكون عنده واش من عنده من أمراض الرية في السنة، لازم يعرفوا مش العدد المستشفيات اللي عنده وعنده 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 وينظمها. انت راك دير جمال بوش، انا نظرتك معليش، انا نظرتك معليش هذه النقطة، انت نسيت نقطة مهمة. ويكون مستشفى مركزي كما في كل الدول. معليش سألك على نقطة مهمة، انا نظرتك بكري كان عندنا لوبيتال دو ولاية، لوبيتال ديبارتمونتال في دولة فرنسا، لوبيتال دو ولاية اللي فيه كل الإمكانيات الطب الحديث وكل يعني. بروفيسور جمال الدين نيبوش، انا زرتك في شهر رمضان ولقيتك، هذه شهاده، انا زرتك من اجل مريض، جبت لك مريض في شهر رمضان ولقيتك دير اون ايفالواسيون، تبعتها لوزاره الصحه المديريه العامه للخدمات الصحيه اللي يشرف عليها بروفيسور رحال ياس، ودرت لهم اون ايفالواسيون ديتايي تاع هل كاع لي سيرفيس دو كارديولوجي وكاع المستشفيات بصفه عامه يديروا هذه ليفالواسيون، يبعثوا يقيموا واش راهم يديروا لاكتيفيتي دو سونتي تاع النشاط الطبي. هذا سؤال يرجع الى الـ 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 الى وزاره الصحه، ما نجمش نقول لك انا الا كان يبعثوا ولا ما يبعثوش، ولكن انا نعرف باللي راني نبعث الي ان اس بي المعهد الوطني. الي ان اس بي مركز مهم، ولكن من ان اس بي الان ما يقومش بالواجب تاعه كما ينبغي. لماذا؟ لان هو اللي يعطينا كل الاحصائيات نتاع الطب في الجزائر. انا الا كان انستيتيو ناسيونال سونتي بيبليك هو يعطينا كل الاحصائيات باش حنا نقدروا نشوفوا يعني لا ترانسبارونس، ونقدروا نشوفوا يعني باش ننظموا. نخلوا الي ان اس بي عنده مدير عام جديد، نخلوا له مهله تاع سنه باش نقدروا نحاسبوه. لا لا لا، هو في طريق هو في طريق تحسن، لانه الي ان اس بي ما كانش يلعب الدور تاعو. لا لا، بروفيسور جمال الدين بوش، لضيق الوقت راح نسوطي لك بليزيور بوان. مفهوم الامن الصحي، احنا نتكلموا على الامن الصحي، عندنا سنوات نتكلموا على الامن الصحي، هل راك تشوف باللي رانا نديروا حقيقه مجهودات من اجل الامن الصحي؟ وهل الوكاله الوطنيه للامن الصحي راهي تلعب دورتها؟ حرجتك ربما بعد سؤال بروفيسور. لا، انا ما نعرفش واش يعني الملف نتاع هذه الوكاله، ما نعرفوش، ما نعرفش يعني واش. ربما نوجه سؤال للبروفيسور رشيد بالحاج، ربما البروفيسور رشيد، ولكن نجم نقول لك بلي المهمه تاع هذه الوكاله مهمه جدا، ولكن احنا كاطباء يعني في الميدان ما عندناش يعني ان روتور وما نعرفوش واش هذه الوكاله راهي تعطي الان. الا احنا ماذا بينا نكونوا يعني في الواقع واش تعطينا يعني من المعطيات نتاع تاع الطب في الجزائر، ولكن الان ما نعرفوش. يا باسي دو روتور بروفيسور رشيد بالحاج، مفهوم الامن الصحي في الجزائر. دوك حنا كما تقول فيه مفاهيم جديده بعد هذه، ظهر الامن الصحي في اطار كورونا، وفيه كذلك مفاهيم جديده، امن غذائي، امن طاقوي، ان بلاد ما تنجمش تستغنى لو كان لحقوا ناصيريو الامن الغذائي تاعنا وناصيريو الامن الطاقوي تاعنا وناصيريو الامن الصحي، اون دوفيان انديبوندون، لا فالور جو دي لالجيريان ترجع عنده قيمته. هادو المفاهيم الثلاثه
لازم الطفل اللي نقريوه في الابتدائي يعرف واش الامن الصحي ام الغذائي ام التقوي. احنا بصح رانا نشوفوا انه رئيس الجمهوريه سخر كل الامكانيات الماديه لهذا الغرض. ثانيا ما تنساش بنا في الدستور تاع 2020 في الدستور الجديد فيه هذه الهيئه دخلت هيئه هذه تاع الامن الصحي اي داخله في الدستور ماهيش هكذا كبرك كالمجتمع المدني وما غيرها كالمجلس الاعلى للشباب داخله في الدستور. انا جو بونس ناس نعرفهم ناس اكفاء اللي فيها نعطوا لهم الوقت لانهم راهو ليك في مرحله عندهم اربع سنين دوك عندهم في عندهم اربع سنين بروفيسور بروفيسور رشيد بعد الا تظنون انه اربع سنين عطيناهم الوقت بما فيه الكفايه اربع سنوات مرينا فتره كورونا جوستومون يفالي جوي لو رول مرينا فتره كورونا نقول لك لو فتره كورونا بزاف اللي قالوا لنا المنظومه الصحيه سوف تنهار بزاف اللي قالوا تاع الاخر باسكو يفو با اوسي ديفلوبي لا كولتور تاع لو بيسيميزم يعني نقول لك منظومه صحيه رانا هنا الحمد لله نترحموا على اللي توفاو لو سيستيم دو سونتي راهم يغيروا منه بليزيور بي فوازان سا دير لور بوبولاسيون قعدت مو جو بونس كيل فو ليسي سيت لاخر اللي اون تران دو فار دو سو سو سا في دير دو سورغانيزي دو كري جوستومون دي ميكانيزم دي كري دي سو كوميسيون لو ترافاي اون الجيري بجميع حاجه جديده مي باش انا نعود في المجتمع المدني باش تهيكل روحك ودير مقر ودير لي كوميسيون باش تبان الخدمه تاعك سي با ميتنون بروفيسور كاين مفهوم لا لا كاين بروفيسور رشيد الحاج كاين اون نيونس اونت لو بيسيميزم اي ليفالواسيون اون بو اتر ايفالوا جوست تيتر سون زيت بيسيميست لضيق الوقت في نفس الاطار تاع الامن الصحي انتاج المواد الاوليه للادويه وتكلم عليها وزير الصناعه والانتاج الصيدلاني احنا نضلوا نقولوا عندنا 70% 70% انتاج الاخر لكن شفنا بلي الكثير يديروا تعليب تكييف سكون ابل لو كوندي conditionnement premier degré deuxième degré conditionnement tertiaire هل حقيقة يجب أن نذهب إلى إنتاج المادة الأولية للأدوية وهذه داخلة في الأمن الصحي اللي كنت نكلمك عليه واش تكلم عليه السيد وزير الصناعة المسعون تكلمنا عليه احنا من قبل كنقابات كأساتذة إلى توشي جدوى لو véritable problème سي كيفاش ننتجوا المواد الأولية يا نبداو بالبسيطه ماناش نقولوا نسجدوا المواد هذيك تاع العصرانه وتاع الليمينوثيرابي ما لحقناش ليه نبداو دابور في الامور البسيطه ان الماده الاساسيه الاوليه دوك ولا انت تابورتي الماده الاوليه وتامبورتي الكارت وتامبورتي هذاك البلاستيك واش تنتج انت نعاودوا نقولوا شغل ليستوار تاع الطوموبيلات هذيك الاشكال اللي رانا فيه انه حان الوقت وشكون اللي يدير لك هكذا؟ لازم نشاركوا القطاع الخاص. القطاع العام وحده ما ينجمش يفو باش تكون كونكورونس بين الناس اللي تصنع المواد الاوليه. نعطيك ليكزومبل تاع نتكلم على السيمان، هما نجحوا. بوكوا با دون لو سيكتور دو لا سونتي. ممتاز، ربما جمال الدين بوش يريد ان يعلق على هذه النقطة. وزير الصناعات وصيدلانية راهو قايم بالواجب تاعو تماما الامور بدات تتطور وتتبدل لماذا نعطيك مثل الواحد عندنا المخبر تاع مديه تاع لا سكريبتوميسين وتاع لي زونتيبيوتيك في عهد بومدين وصيدال هي اللي كانت قايمه كان ينتج الماده الاوليه تاع لي زونتيبيوتيك ومن بعد تحطم تماما ولينا المواد نتاع المديه نجيبوها من الخارج كانت في السبعينات عدنا نجيبوها من الخارج الان نجيبوا لي زونتيبيوتيك المواد الاوليه من الخارج نديروا نصنعوا لي زونتيبيوتيك بالمواد الخارج من طول الجزائري الصيدلاني نقول بالك 90% راهو مازال نجيبوه من الخارج مازال نجيبوه من الخارج وسي عاون فاق وقال لهم خلاص دروك لازم مواد الاساسيه تصنع بالجزائر كنت في كي تلقى لاسبيرين مثل واحد اخر لاسبيرين كانوا ينتجوها في الصيدله لاسبيرين سهله
في الصيدله، الصيدلي يدير لك لاسبيرين، تروح تجيبها من الخارج مواد من هنا. بروفيسور جمال الدين باش حتى المشاهد يفهمنا ما ندخلوش في لاسبي تكنيك بزاف، اقتصاديا لما نقول راني ننتج 70% ونشوف بلي لا فاكتور تاع لامبورطاسيون كي نحسب المدى الاولي نلقاها ما تنقصتش بزاف، معناتها ما عنديش اون فاليو راجوتي، ما عنديش قيمه مضافه. مازلنا نجيبو يعني من الخارج. يعني ريالمون لما نقول بلي راني قلصت فاتوره الاستيراد لازم نحسب ايضا الاستيراد على المدى الاولي. نحسبوا المدى الاوليه، كون ما نحسبوهاش نحسبوها، وساعات تسوى اكثر اغلى من اللي تجيب يعني برودوي فيني، هذا لازم معروف. وهذا يعني سي الوزير علي عاون يعني راح يبدل الامور تماما باش تكون يعني المنتج الجزائري الصيدلاني حقيقي حقيقي، كي ننتجو هو حقيقي. ممتاز، وصلنا الى تحت. كاين بعض من الادويه كيما لي سيبارين كيما لي انسولين ما نقدروش ننتجوهم هنا، هذا معروف. لا لكن الانسولين في كل البلدان في العالم، في كل البلدان، ولكن المواد الاساسيه. لكن يعني الانسولين الانسولين الحمد لله. نعم الانسولين الحمد لله. لا لي كريستو يفون فابريكي اون الجيري الحمد لله، لانه رئيس الجمهوريه لما ذهب الى الصين جاب لنا اتفاقيه كيما جاب في السيارات، جاب لنا مع شركه صينيه اللي تنتج الماده الاوليه وراح تنتج في الجزائر، وهذا مكسب كبير. راح يكون اول بلد افريقيا، اول بلد عربي ينتج لي كريستو في الجزائر. وصلت الحصان سقسيك على اربع سنين وما يعرضوني في وزاره الصحه جمال الدين بوش على هذا لو سيركوي ستامي، على لي سيندروم كورونا ايغو، ودارينا كل مره في سي سي ولا في وزاره الصحه، ودرنا ودرنا ودرنا، وين انا واصلين في هذا لو سيركوي هذا اونغور؟ مانيش فاهم يعني، هل حقيقه كيما راهم يوروها لنا باللي حاجه كبيره ولا نحوس النتيجه؟ احنا كنا من بكري نطالبوا باش تكون استراتيجية وطنية لتكفل بهذا المرض الخطير وخطير جدا، اللي هو في يعني أول رتبة في الوفيات في الجزائر وفي العالم. يعني وكنا يعني طالبنا باش يكون كل مصالح الطب طب القلب في الجزائر أتكو تقوم بهذا الواجب، ونحضروا يعني كل باش نتفقوا على استراتيجية يعني واضحة وكلش. انا حطوني كيما يقولوا اون فرونسي دو كوتي، ما عطاونيش قيمه اللي عندي خبره كبيره في هذا الميدان، وانا مؤسف على هذا الشيء. ولكن انا الموقف تاعي الان اني رايح يعني في لا روتريت بيانتو، انا الموقف تاعي انايا ربي يساعدهم. انا الا كان يطلبوني باش نساعدهم نساعدهم، ما كان حتى مشكل. انا يا انا نشجعهم، انا ما عنديش اني عندي سياسه يعني باش نغلق الباب. ولكن هذه مؤسف، الا كان ندير استراتيجيه لازم كل ولا يمكن ان نقوم كل. ولا يمكن ان نقوم باي استراتيجيه بالاقصاء والتهميش، خاصه الاساتذه اللي قراونا كما بروفيسور جمال الدين بوش، كما سليم بن خدا، كما بروفيسور حمودي، كما الكثير من لي بيونيت على كارديولوجي اون الجيري، ونهمشوهم بور دي جون لو نطلعوهم. سي بيان تشبيب مليح، ولكن هذا نداء موجه لوزاره الصحه والمديريه العامه للخدمات الصحيه. هذا شيء غير مقبول وغير معقول. للاسف بروفيسور جمال الدين بوش، على حسب الاخبار اللي جاتني من مستشفى نفيسه حمود، انه الى ديبوزي لو دوسي روتري تاعو، سي غروس بيرت بور الجيري، بور لا سونتي اون الجيري. نتمنوا ما يروحش تماما، يلقاو له صيغه، مع انه هو اللي طلب باش الاعفاء وطلب يروح. ونتمنوا لي ميدسان فالور تاعنا اللي يخدموا من 8 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه نغارديوهم. ونعلمك فيه مسابقه تاع لا شافري سيرفي، حنا كما يقول استاذنا فوق راسنا، هو معروف الاستاذ او هنا ولا في تقاعد، انسان محترم. حنا دور الجامعه لما تتكلم على الاقتصاد الاخر، هنا امام رئيس الجمهوريه تكلم دور الجامعيين في كل اختصاصات، انهم يرافقوا المنظومه الصحيه في كل المجالات، في صيدله، في صناعه، لازم نعطوا الدور الجامعي في النمو الاقتصادي، في النمو الثقافي، في النمو الفكري، باش نرافقوا كل الاصلاحات. وما لازمش تكون ثقافه هذا الاحترام المتبادل، ولكن ثقافه اعطاء الفرصه لكل الكفاءات الجزائريه باش تخدم الجامعه، تخدم المنظومه الصحيه، تخدم الوطن، تخدم المجتمع الجزائري. في هذا الإطار احنا كنقابة لازم نحمو هذه الكفاءات، الناس داخليين
دي تو شاك يا با كيما تقول شاك كور عنده المليح ماشي مليح. لازم نعطوا الكفاءات ما كانتهم ونعطوا لهم مسؤوليات باش نروحوا للامام. شكرا بروفيسور رشيد بالحاج. انا موافق في 30 ثانيه فقط. نعم 30 موافق يا البروفيسور بالحاج واش كان يقول. انا الحمد لله قمت بالواجب، قمت بالمهنه بتاعي، ويعني كيعني طبيب وكمختص في طب القلب، وكيعني كان عندي تلاميذ كثيره وكثيره جدا، اجيال واجيال يعني تكونوا في مصلحه طب القلب بمستشفى حسن داي الجامعي. يعني وانا يعني مسرور جدا باش نخلي يعني مكاني الى استاذ اخر يعني باش يقوم حتى هو بالواجب. وكل واحد يعني عنده في حياته يعني فضل. يعني تو تايم ديبو اي تو تايم فا. نعم بروفيسور جمال مكانه يعني وعنده يعني سنوات يعني باش يقوم بالواجب يعني على مصلحه كل يعني المصالح. وحنا اونيلا بور بور سوتنير الاطارات تاعنا والكفاءات تاعنا، لازم تكون منافسه نزيهه وما يكونش تفضيل. شكرا بروفيسور نيبوش على كل ما قدمتموه الى المنظومه الصحيه الجزائريه، ونتمنى مازال تزيد تقدم. شكرا على حضورك معنا. بروفيسور عبد الرشيد بالحاج شكرا على ما تقومون به في مستشفى مصطفى باشا وفي اكاديميه الطب الشرعي وعلى حضورك معنا. اخوان المشاهدين وصلنا لنهايه الحصه، القاكم في عدد مقبل من برنامج اديان. مع السلامه.